السلام عليكم كل متابعين قناة الاعزاء، يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناة شوارع ومعلم اسكندرية. النهاردة 25 ابريل، اخر تطورات مشروع مترو اسكندرية الجديد. زي ما انتم شايفين الاعمال مستمرة، بيتم ازالة المساجد اللي على جانبي شريط القطر القديم، موجودين ما بين محطة الرمل الميري وما بين محطة فيكتوريا. احنا كده امام محطة الرمل الميري سابقا، خلاص بيهدوا المحطة. وان شاء الله في مشروع مترو جديد، محطة الرمل الميري مش هيكون لها وجود. المحطة الوحيدة اللي تم الغائها هي محطة الرمل الميري اللي امامكم. احنا كده خلفنا كده فيكتوريا سيدي بشر. محطة الرمل الميري قريبة جدا من فيكتوريا، قريبة جدا من غبريال، فهيتم الغائها نهائيا. كده غبريال، بكوس، الظهرية، سيدي جابر، محطة مصر. الخميس 25 ابريل، موجودين اعلى محطة فيكتوريا. الاعمال المجسات موجودة، واعمال الهدم موجودة في نفس الوقت. اعمال المترو على قدم وساق، شغالة حتى في يوم العطلة الرسمية. ما عندوش فكرة احنا فين. احنا امامنا كده محطة فيكتوريا لقطر ابو قير زمان، ومزدان فيكتوريا. على الشمال شارع الجلاء، وعلى اليمين شارع الإقبال، وأمامنا شارع جمال عبد الناصر. شمال تطلع على غبريال، الأول الرمل الميري وبعدين غبريال، وبعد كده بكوس، وبعد كده سيدي جابر، وبعد كده الحضارة محطة مصر. على الشمال شارع ملك حفني قبلي، وعلى اليمين شارع ملك حفني بحري. كده احنا اتجاه سيدي بشر، وبعد كده العصافرة، وبعد كده المندرة. أعلى شريط قطار أبو قير سابقا، وأعلى مسار مترو اسكندرية الجديد بإذن الله. البحر فين؟ البحر على الشمال. آخر مستجدات مترو اسكندرية الجديد. بالنسبة للمحلات والكافيهات والقهاوي اللي على يمين القطر وشمال القطر، إلى الآن لا توجد أي إزالات، كله مكانه. غالبا بس هو النهارده امامنا ما بين محطه الرمل الميري وما بين محطه فيكتوريا بيتم ازاله مسجد قباء اللي على القطر. في قباء اللي هو في شارع الامير عبد الحليم، في اتنين قباء دلوقتي بيتهدي المسجد اللي هو على شريط القطر اللي هو ملحق لمسجد قباء الاصل. بخلاف كده في منطقه فيكتوريا ما فيش اي ازالات الى الان. بالنسبة للمحلات اللي على شمال ويمين من هنا لسيدي بشر، إلى الآن مفيش أي إزالات أيضا، كله موجود مكانه. موجودين أمام محطة قطار العصافرة سابقا، خلاص المحطة زي ما انتم شايفين الأعمال ما زالت مستمرة، أزالوا المحطة من على الجانبين. على الشمال شارع ملك حفني بحري، وعلى اليمين ملك حفني قبلي. بعد كده امامنا المندره بحري على الشمال، والمندره قبلي على اليمين، ومحطه المندره امامنا. ان شاء الله القادم اجمل. ولكن بالنسبه للمحلات كلها موجوده، مفيش اي محل تم ازالته او اي قهوه او اي كافيتيريا، كله الى الان 25 ابريل 2024 المحلات ما زالت موجوده وتعمل، وكل المرافق موصله اليها. كده احنا امامنا ايضا كده المعهد الديني شمال، بقى الصفا والمروه، ابو خروف شمال، زمان بقى الله يرحم الكارتات البرعاص شمال، كان الكارتات بقى من هنا من المعهد الديني بقى للصفا والمروه ابو خروف، وتاخد شمال لارض التوته والجبل. امامنا كده محطه قطار سيدي بشر ومنطقه سيدي بشر. يبقى كده على الشمال العصافره قبلي وسيدي بشر قبلي، وعلى اليمين العصافره بحري وسيدي بشر بحري. اخر تطورات مترو اسكندريه الجديد، وازاله قطار او شريط قطار ابو قير ومحطات قطار ابو قير. سلم المحطه محطه العصافره اصبح حاليا من الذكريات. محطه العصافره اصبحت من الذكريات.
احنا كده في منتصف المندره كده على يمين الصوره كلستوما ومحمد عطيه والمهداوي وسيد حسين وصيدليه سالي الى شارع النبوي المهندس. كده احنا امامنا محطه المندره، اعمال الهد موجوده، اعمال الازاله فيها موجوده، في المحطه نفسها موجوده، واعمال المجسات والاوناش ايضا موجوده. في بقى الاوناش اهي والمعدات والمجسات، الشغل على قدم وساق، ربنا قويهم ان شاء الله القادم اجمل باذن الله. احنا كده امامنا جناين المنتزه ايضا زهره، الشمال كده البحر، فتح الله مساكن الشيرتون المنتزه البحر، وعلى اليمين قبل السكه شارع النبوي المهندس الملاح العمروه الى النصر للكوبري الدولي الساحلي. المنظره 25 ابريل الخميس. كده احنا امام المعدات اللي موجوده في المنظره. في نهايه جولتنا اتمنى نكون اسعدناكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه باذن الله. ان شاء الله المشروع يكمل على خير ويتم حلمنا كلنا بمترو اسكندريه الجديد. اتمنى لو حضراتكم اول مره تتابعونا في القناه فعلوا زر الجرس عشان كل جديد اسكندريه يوصل لكم. الاهم لا تبخلوا علينا بالاعجاب من اسفل الفيديو.